فيزيت إيطاليا، فيزيت سياحة إلى إيطاليا. كما يعلم الجميع، في الفترة الأخيرة صار في يعني رفض كثير لتأشيرة شنغن، وليس على وجه الخصوص السفارة الإيطالية أو القنصلية الإيطالية، بل على مستوى كل دول الشنغن. وفي نفس الوقت تبقى تأشيرة إيطاليا هي الأفضل، وفيها مرونة ونسبة أكثر من أي دولة أخرى مقارنة بدول مثلا ألمانيا أو بلجيكا أو سويسرا. هذه 3 دول تجنبوهم تماما. هذا الموضوع يخص الراغبين في التأشيرات السياحية. على العموم، نسبة قبول الملفات ومنح التأشيرات على مستوى بحران أفضل بكثير من العاصمة في الفترة الأخيرة، ولكن سوف تعود تدريجيا مثل السابق خلال الأيام القادمة. هذا ما تحصلت عليه مؤخرا من معلومات. أما بالنسبة لفيزة الدراسة والعلاج مضمونة، والفيزا السياحة الأكثر طلبا يجب أن يكون ملف قوي، والأهم أن تكون لديك عدة سفريات في جواز سفرك، أن يكون جواز سفرك في كاس يعني بعض الأختام للدول التي زرتها من قبل حتى تضمن التأشيرة. ملاحظة، عامل الحظ له دور كبير. أنت والموظف وموظف مركز فيزا جلوبال الذي يتلقى منك ملف الفيزا، أنصحك بأنك لا تعطي أهمية للفيزا أمام الموظف. كن عادي وواثق من نفسك بزيادة، وكن هادئ جدا، ويجب أن تجيب وبسرعة مباشرة على أي سؤال يطرح عليك. ويبقى الحظ هو الأوفر. أما تبقى فئة أخرى التي لديها حظ أفضل، وهي العائلات. مثلا يعني الزوجين يتقدم بطلب تأشيرة سياحية إلى إيطاليا دون الأطفال، أي أنت وزوجتك ولديكم أطفال، قدم على تأشيرة إيطاليا دون الأطفال. في هذه الحالة أكيد لا تريد أن تهاجر أنت والزوجة وتترك أطفالك، لأن لديك ما يجبرك للعودة إلى الوطن ولأسرتك. قدم دون أن تتردد، وخذ بالاعتبار أنك تطلب فيزا إيطاليا لمدة أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، لأنه يمنحوك أسبوع أو 10 أيام خلال شهر حتى تبرهن بما أنك طبعا ذاهب للسياحة. إلى البرنامج السياحي، الورقة التي تحدد فيها زيارتك، وسوف أطرح لكم في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو رابط فيا فاس جلوبال، الرابط الخاص بالموعد. وبإمكانكم أن تراسلوني أو تكتبوا لي في التعليقات على أي سؤال أو على أي توضيح تريدون، ونحن في الخدمة. وأدرس في الفيديو القادم إن شاء الله جديد كل ما هو جديد بخصوص تأشيرة إيطاليا، بالإضافة إلى الملف الكامل الخاص بتأشيرة إيطاليا لكل الوظائف. وفي الأخير، لكم كل التقدير والاحترام والتوفيق من رب العالمين. ولا تنسوني باللايك والسبسكرايب، لا تنسوني باللايك والسبسكرايب والشير رجاء. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الفيديو القادم إن شاء الله.